الله معك نعيب. اهلا اهلا جو. أنا بالحقيقة سعيد جدا إنه رح أترك بصمة بمسيرتي المهنية كون عم بقابلك السجور. تسلام جورج. بداية بس خليني هيك شوي نعرف المشاهدين مع إنك غني عن التعريف على ضيفنا اليوم بفلاش باك بالعودة إلى العصر الذهبي مع ممثل كان ولا يزال الرقم الصعب في عالم الدراما اللبنانية، أستاذ بالتمثيل والإخراج، وهو اللي تخرج أو خضع لدورات تدريبية بألمع جامعات أمريكا، بدأ مسيرته الفنية قبل اندلاع الحرب اللبنانية أيام العز بتلفزيون لبنان، ولمع نجمه بمسلسل مذكرات ممرضة بفضل موهبته والكاريزما اللي بيتمتع فيها، وهالاسم اللامع بعالم الدراما اللبنانية مع كل الثقافة الفنية اللي بيملكها تترك له مطرح يعبيه مهما غاب عن الشاشة الصغيرة ليرجع يعبي محله. فلاش باك اليوم مع الممثل النجم الرجل المناسب في المكان المناسب. اهلا وسهلا فيك بهالحلقه المميزه اليوم. يعني بدايه بدي اقول لك ما شاء الله عليك معبى مكانك كنائب، تم انتخابك بس باصعب الظروف بلبنان، ظروف اقتصاديه، الدوله مشلوله، فهل اثر عليك وشلل لك حركتك بانك تكون عم تعمل انجاز جديد بالنقابه؟ اهلا وسهلا فيك جورج، وتحياتي لمشاهدين مريم تي في. بدي صلح لك شغله، انه اول مسلسل مش مذكرات. ايه طبعا لمعت عم اقول لمع نجمك بي... لمعت فيه اللي اكثر. ايه هو مشوار طويل كثير حبوه شعبيا، مشوار طويل رح نحكي عنه بشي سنه وشوي. صح. هي قصه لمارسيل بانيول. ماريوس فاني سيزار كان عملها فارس وكيم بالعربي مع المرحوم شوشو والمرحوم محمود المليجي. محمود المليجي وكان معنا مارسيل مارينا وليلى كرم وكلهم اسماء كبيره. كبيره صح. هذا المسلسل اللي دفشني بالمشهدية. ثانيا انا نائب الفنانين المحترفين. نعم، نائب الفنانين المحترفين. نعم. لانه في نقابتين بلبنان. هذه نقابه تاسست ب 93 كان هدفها تجمع كل المنتسبين للفنون. نعم. كانوا موسيقيين او مخرجين او ممثلين او ملحنين، حتى يصير في هالتفاعل بين بعضهم وتطلع انتاج اكثر، يعني انتاج فيه هالتفاعل اللي عم تحكي عنه. صحيح. للاسف ما صار هالشيء، تعاقب على لبنان مشاكل كثيره من وقتها لهلا. كل النقابات وانا ابتعدت، رجعت انا بال 2019 مع اني من المؤسسين، يعني انا وارسي. نعم. في كتير تركوا وقتها لأنه ما كانوا راضيين عن الجو اللي كان موجودين فيه، مثل أطوان كرباش ترك، سمير شمانس، إبراهيم العشري، وأنا آخر واحد تركت لأنه كان عندي أهداف تانية. هلأ استلمنا عن جديد، يعني مثلاً شي سنة وشوي يمكن استلمنا بأزمة كتير كبيرة، خانقة. يعني الشعب اللبناني تعرض مرتين لسرقه موصوفه. نعم. لبهدله. صحيح. واحده منهم بالتسعينات لما بلش الدولار يطلع بال 85 84 كنت انا عامل فيلم سينما وكلت بوكس كثير كبير، لانه وقتها صار في انتفاضه بالوقت اللي عم بعرض فيه والفيلم ماشي مثل النار، كان وقف شغله. من جهه وقف شغله، من جهه العمله اللي راحت قيمتها لانه صح. بلش الدولار يطلع. صح. بقى المشاكل اللي عم بمر فيها لبنان مشاكل، يعني ما بعتقد بلد بالعالم مرحب بيحملها. اهالينا انسرقوا وهلا نحن، يعني اللي بعرفوا انه تعويض بي وجدي واللي تصمدهم بحياته كله راح. صحيح.
وحاليا هلا اخوتي وانا وكل العالم نهبنا وتبهدلنا. صحيح. وبعد القصة مستمرة وناطرينها ثلاثة اشهر يا قلت يا قلمدي بالتركي يعني. كيف؟ يا بتزبط واذا زبطت فيها صعوبات واذا ما زبطت فيها كوارث. اصلا الهيركات يعني عملوه الطريقة غير مباشرة عملوه على الناس وطاروا المصريات من الهيركات. نعم. اصلا نعم. شو قادر يعني ليش قبلت هلا ترشحك او ليش ترشحت بالاحرى بالوقت اللي بتحس انه ما في دوله تسمعك او شو ما لا ليك هلا انه عم بيصير في تجاوب من القطاعات الدوله اكان بالثقافه او بالاعلام يعني في تجاوب بس القصه انه الوزارات مربطه معطله يعني ما عندها بادجت. صحيح. ما عندها بادجت ونحن بالزمان لما اشتغلنا مشان قصة معاملة بالمثل مع باقي الدول العربية وحتى الأجنبية يدفعوا ضريبة للفنانين اللي بيجوا على لبنان مثل ما بياخذوا برا صارت هيدي بس صار الدولة عم تعطي شيء اسمه الصندوق الموحد. الصندوق الموحد هو صندوق قائم لوحده بحد ذاته بيجمع كل النقابات مع بعض يعني قصة المساعدات الاجتماعية إذا كان في حاجة لها وكذا ونحن بصدد تصويب الأمور لأنه في بعض المشاكل اللي حدثت أكان بسبب انهيار العلم نعم وتاني ياما بسبب بعض المحسوبيات اللي كانت تصير من قبل بالنسبة للمنتسبين للصندوق. صح. نحن في حاليا في صندوق تعاضد بالنقابة. نحن النقابة تبعنا عندنا صندوق تعاضد يعني بيدفع اشتراك شهري الممثل المنتسب لا نوع عنده هذا نوع من التأمين الصحي. تأمين صحي. التأمين الصحي بينما صندوق واحد بيشمل شيخوخة بيشمل مساعدات اجتماعية إلى آخره الناس اللي بحاجة لهم بتقدم بطلب بينظر إلى حاجته وبتم مساعدته بس حاليا بعدهم يعني بسبب الاوضاع الاقتصاديه المنهاره اللي عنا اياها ما عاد عم يقدر يقوم بواجباته قبل ما ترجع في دوله بحقه حقيقي يعني. صحيح. لانه هلا كمان في قصه انه اوقات بقولوا الحق على الدوله، الدوله هي مؤسسات هي مش افراد او اشخاص، الحق على اللي استلموا الدوله يعني الحكومات اللي استلموا إيه المتعاقبة يعني الحكومات المتعاقبة ما كان في رؤية صحيحة بالنظرة المستقبلية للبلد لأنه يعني بس إذا بتطلع بين الستينات سبعينات كان في ترين كان في أوتوموتريس كان طرقات الزفت مزبوط كان يبقى هلا يعني شوف الحالة وصلنا لها يعني صحيح في امل انه تتوحد النقابتين اصلا؟ نحن عم نشتغل عليها يعني عم نلتقي مع النقابه تبع الموسيقيين وتبع الممثلين وبهذا الهدف لازم يكون موجود لانه لما تكون عندنا وحده بصير نقدر نفرض في قوه اكبر كلمتنا صح اكثر صح خاصه انه هلا انه الانتاجات اللبنانيه فينا في عندها رؤيه جديده لانه لاول مره ببلش شيء اسمه الصناعه المشهديه. صحيح. من سنتين ثلاثه بلشت تتاسس صناعه مشهديه، الأسباب هي وجود نتفليكس، نعم. وجود شاهد، وجود تود، او اس ان، اي اس ان هون عم يشتروا انتاجات. هيدي كان المفروض تاهلنا اكثر بس يعني وال ما نسميه نحن الانتاج البان عرب يعني العرب المختلط نعم في 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 ما في مانع يكون موجود اللهم يكون الكاتب بالاساس عارف يربط الممثلين او العاملين بالمسلسلات او بالافلام بطريقه واقعيه نعم. وفي الخلفيه الصحيحه نعم هيدي هلا هو صار في ورش كتاب يعني ورشه كتاب ما بقى يسمحوا لكاتب واحد عم بيعتمدوا هاي الطريقه بشركات الانتاج هلا هي ما بعرف قد ايه صحيه يعني لا صحيه هي كل عمرها هيك موجوده شيء بسموه هيد رايتر يعني الكاتب اللي هو بالاساس صاحب الفكره الرئيسي نعم لما يطلب منه توسيع عدد الحلقات الى اخره
يستعان بكتاب يعطوا افكار جديده بياخذ بيختزل منهم ما بيلاقيه مناسب واللي هو حاطه بيجمعهم مع بعضهم صحيح ما العلم انه عم تخلق شويه مشاكل بين الكتاب والمخرج بعدين رغم يعني منشوف وضع الممثل اللبناني عند البعض سيء جدا لانه صار في مثل شلاليه يعني في شركه انتاج عندها اشخاص الممثلين اللي بتتعامل معهم دائما بتجيبهم على كل الاعمال هن ذاتهم بتعمل مزيج ما بين سوريه وخليجيه ولبنانيه والباقي بيقعدوا بلا شغل شو الوضع؟ لا لك شو الوضع؟ ليك لبنان بموجوداته التقنيه والفنيه مؤهل يكون رائد صحيح بالانتاجات كان تلفزيونية أو سينمائية لأنه عنا أحدث التقنيات صحيح. أحدث المستعملين لها التقنيات كان كاميرامان أو دي أو بي أو إضاءة أو كذا عنا ناس كتير عنا ممثلين وعنا مخرجين فترات السابقة كان التلفزيونات اللبنانية رغم أن نقوله أنه العصر الذهبي يعني ما أنه عصر ذهبي كان ايام تلفزيون لبنان كله ما كان بحياته ما كان عصر ذهبي يعني بس كان اكثر مسلسلات تنباع للخليج والكويت والعرب كانوا يقولوا لنا مثلا وحده منهم انه هذا باللغه الدارجه ما بينباع فصحى بينباع صحيح هو غلط وانا من بالعكس كانوا يحبوا اللهجه اللبنانيه انا كنت اقول له خلوا اللغه الفصحى للتاريخي ايه صحيح للتاريخ تعطيه عمق تعطيه بعد ايه خصوصا تعطيه كان في اشعار تنقال بقلب هيدا لازم تلاقي مثل ما هي او القصص الادبيه القديمه هيدي بتنفع اللغه الفصحى انت عملت شهريار بالفصحى بتصور وفي عده مسلسلات عملتهم بالفصحى يعني حتى يعني احد المسلسلات شو صعب تنسى التحريك مثلا انت وعم بتقول دورك احد المسلسلات اللي هو كان مودرن انه على البحر عم نحكي فصحى يعني عم نسبح عم نحكي فصحى مش منطقي يعني شغله غريبه ما كانوا يقتنعوا هلا اقتنعوا صحيح اللغه البرامج اللي هي فيها حداثه لازم تكون باللغه الدارجه صحيح اي لغه دارجه يعني هلا اذا انا بشوف مسلسل بالطلياني ما بحب اسمعه بالعربي او بالانجلش بحب اسمعه بلغته بلغتهم هن يحطوا لي ترجمه عرفت كيف؟ ايه مشان هيك التلفزيونات تبعيتنا كانت اكثر منها تجاريه اكثر ما فيها بعد رؤيه صحيح على طول بدك كانوا يحطوا العربي قدام الحصان صحيح خليه يجرى اذا يعني مثلا بحياته ما كانوا يذكروا اسامينا مثلا لما في عرض للمسلسلات انه خليهم مكبوسين حتى ما يصيروا يطلبوا كثير ويطمعوا بينما بس يكون يجوا برامج من برا بيذكروا بيطلبوا باساميهم عرفت كيف؟ وبعدين حاطين مبلغ محدود للانتاج التلفزيون اللبناني كان قبل ينتج هو ينتج هلا صار يشتروا جاهز يشتروا جاهز عرفت كيف؟ بس بتكليف وحتى التكليف ما كان يعرفوا يفرضوا مثلا نوعية معينة من المستوى اللي بينجح وبيخرق بالعالم العربي عرفت كيف؟ هالشيء أدى لتراجع بالنوعية خاصة بعد التسعينات بلش مثلا انه منتج يجيب اول كم حلقه بعض الناس ليشدوا بعض الفنانين ويشدوا وبعدين ينزل مستوى يجيب شو ما كان بارخص الاسعار عرفتي صحيح ابعد كثير من الممثلين الشاطرين استاذ جورج بصراحه بتحس انك قادر كنقيب تجذب النجوم الدراما اللبنانيه نادين وسيرين نادين عنا غيره كونوا أعضاء يحضروا لأنه بشوف صور الأربعة مثلا اللقاء في أغلبيتهم اللي هلأ ما عم يشتغلوا عم يجوا على الاجتماعي هلأ هالمشكلة مشكلة مطروحة لأنه بالوضع الحالي وعدم وجود فرص عمل كما يجب لأنه شو هدفنا أنا حماية الأعضاء وخلق فرص عمل صحيح ناس سوا ما كانوا موجودين صحيح هلا تتعملهم هلا انه تقدر تعمل انت انتاج كانوا يوقفوا بوشي انه نعمل انتاج لا ما فينا نستعمل اموال النقابه، ليه ما فينا نستعمل اموال النقابه؟
ليه؟ لانه هيدي رحنا نروح على مجلس النواب نطالب بانه نستعمل اموال النقابه نعمل انتاجات. بيشتغلوا كل العناصر اللي يصيروا يعني اكان ملحنين مفنانين ممثلين مطربين كلهم بيصيروا يشتغلوا يعني. بس رح تقدر بهيك ولا توقف النقابه بوجه المنتجين الكبار؟ صار في شركتين من اهم الشركات الانتاجيه بلبنان. انت بس تعمل شيء اسمه يونايتد ارتست يعني فنانين متحدين عم بيعملوا انتاج، مش تختار اسماء كبيره بفرد عمر بيقلع دغري بعدين انه فيك تسلم انت تباعا قسم من ما صورت وتقبل وتعمل دوره اقتصاديه. صحيح. يعني هالشيء هلا نحن قبل ما يصير في استقرار سياسي واقتصادي ومالي، لانه نحن هلا بالجوره. صحيح. انا بالجوره تحت يعني اللي مبين انه في احتمالين، يا بتزبط يا ما بتزبط. نعم. ما في احتمال واحد انه بتزبط. في دلائل اكثر على انه كما بسبب وجود النفط والغاز الموجودين بالبحر وحتى بالارض وحاجه اوروبا لها، والحرب الاوكرانيه الروسيه اللي عم تعمل ازمه محروقات لاوروبا، وبحرنا فيه يمكن يكون في استقرار سياسي بسبب هالشيء ان شاء الله. الله يسمع منك. في سؤال كان يخطر على بالي دائما انا عم راقب شغلك هيك واتمتع فيه. انت شخص بطبعك بتعطي لوك هيك سيريو جدي، انسان جدي، بس يختاروك لتلعب بمسلسلات كوميدي يعني مع شوشو يعني اقله، اذا بدنا نذكر اسم شوشو الله يرحمه، وعم نشوف جورج شلهوب بيعمل لشوشو. هل كانوا يعطوك دور حقيقة جدي اما كمان كوميدي وتعمل انت مجهود لتقدر تكون كوميديان؟ لا فيكن واحد كوميدي، انا لعبين كتير كوميدي بمثلا ليالي شهرزاد يعني لعب 13 حلقة، كل حلقة دورين، دور الشهريار. صح. ودور بالقصة دور شهريار جدي، ما كان يعني يبين انك كوميدي لانه ناطر لتقطع لراسه حسن البغدادي وحط طاقية وحطت اسمي كذا علي الى اخره، انه لا فيك تلعب كوميدي. انا اخرجت كوميدي كمان كتير يعني. صحيح. ليش بالاخراج ما عملت اسم لحالك مثل التمثيل؟ تعرف عنا بلبنان في رغبة كتير كبيرة للتوفير. نعم. بدي يوفر. صحيح. يعني بعض الانتاجات مثلا بيعرفوا انه مساعد مخرج بيعرف كيف بيتم التصوير والهذا، انه يلا بنعمل اخراج. يعني مخرج مش هيك اساسا، الاخراج لا يعلم طبعا بطبيعة الحال. بتروح على اي جامعة بالعالم بيعلموك كيفية صناعة الفيلم. صحيح. بترجع لقلك اذا كان عندك موهبة الاخراج بإدارة الممثل الى اخره، طبعا بتصير تبرع فيها اذا عندك الموهبه، لانه نحن بينقصنا بالقطاع الاخراج ناس بتفهم بالدراما، يعني تفهم بتحريك الممثل برسم الشخصيه. هذا اختصاصا هذا ما كان موجود كما يجب. نعم. عرفت كيف؟ كان انه هذا بياخذوا جروب، لا هذا لانه دور ثاني بياخذوا بعيده او شيء. صحيح. هي هيدي ما بيعطوا اهميه ضد المبادئ تبع الدراما، يعني كات وكات لازم يكونوا مثل بعض على قد يعني على كل حق. وتحريك الممثل كان اساسا مأسورين بالاستوديو، لانه استوديوهاتنا ما كتير كبير وفيها كذا ديكور، انه بثلاث حيطان، هالثلاث حيطان تحشرك الكاميرات مثل ما محشورين هلا بالاوضه. عرفت كيف؟ انه قاعدين، بينما انه لو كانت مثلا في مساحه يعني في باك جراوند سيناريو في حريه تعبير كمان، قوم تمشي بترجع بتحكي بتلحقك الكاميرا. صحيح. اسمها فولو دي اكت يعني، الحاله ممثل تعمل فاريتي بالكومبوزيشن بالكادراج فيجولي اجمل للكادراج. صح. ايه هيدي ما كانت موجوده. وحتى هلا حاليا بالمسلسلات حتى الناجحه منهم بحس في نقص بالكتابه بالتكست. عرفت كيف؟ كنت تعترض وقت يعطوك دور ما يعجبك كتابة مثلا او ما اشتغله؟ ما تشتغله من الاول. من الاول. او اذا كنت مع مخرج مش تدخل وتعارض. نو ما بدخل وبعارض. ولانك مخرج اذا ما عجبك تحريك الممثل
بتعطي ملاحظاتك ولا بتحترم المخرج الموجود معك؟ انا بحترم المخرج اللي هو اخذ على عاتقه العمل لانه هو بده يمضي. صحيح. عرفت كيف؟ بس اذا في مخرج صديق لي او شيء اذا قلت له على هالكلمه، كنت اعمل تلفزيون لبنان مع المخرجين اللي ما عندهم عقد. ما عندهم عقد عاطفك. مثلا جورج غياط ما عنده عقد. بيتقبل بيتقبل. البير كيلو ما عنده، قال له هلا على هالكلمه بدي اقوم روح على الشباك ابرم وارجع الى اخره، تلحق من الكاميرا ما تلحق. هالشيء كان يعطينا فاريتي بالتصوير بالاداء الى اخره. في شيء عمل جديد عم تحضره قريبا؟ انا عندي عدة اعمال صديقي انطوان فرانسيس كتبهم روايات نايم من هلا لنشوف من هلا لثلاث اشهر اذا شو بده يصير. بدك تفوت انتاج يعني مغامره كبيره؟ بدي اعرضهم على الانتاج او بقدر فوت اذا دببت انتاج. خلينا نرجع شوي فلاش باك لورا بمسيرتك. بلشت سنه 1970 وصلح لي اذا غلطت، بالمشوار الطويل والضيعة بألف خير 74، بعدين مذكرات ممرضة، وهون شكلت كابل رائع حبوا كتير الجمهور. مسيرتي الفنية بلشت لما انتسبت لمعهد الفنون الجميلة فرع الفن المسرحي، هي كانت بال 68 اخر 68. نعم. 69 عملنا مسرحية اسمها أنا ناخب. يعني ما كان عمرك 19 سنة؟ لا كان عمري 20. نعم. مسرحية اسمها أنا ناخب، ومن بعدها عملت مسرحية لشاكيب خوري وموجه له تحية لأنه من أبرع المخرجين المسرحيين، اسمها لجورج أورويل، اسمها المسرحية جمهورية الحيوانات. عندك جود ميموري. برافو. أنيمال سفار. جمهورية الحيوانات. اسمها أنيمال سفار، مسميها جمهورية الحيوانات، بلعب دور حصان. كمان يعني في حوارات مش ايمائي. بعدين مع المرحوم يعقوب الشدراوي عبنا مسرحيه لمحمد المغوط اسمها المهرج، ومن وراها تلفزيون لبنان شافوني على المسرح طلبوني مشي المشوار الطويل 72 مع شوشو. طلبوك لأدائك؟ إيه؟ مش لأنك شاب وسيم. نو طلبوني مشان ايدي، لأنه شافوا انه بالفصل الاول بلعب دور شاب، الفصل الثاني بيلعب دور كبير بالعمر. تكبر بالعمر. صحيح. حلو. طيب هل الحاله اللي عملتوها انت وقلسي بمذكرات ممرضة، انا حدا من اللي كنت ولد عم تابع حلقه بحلقه والعالم كلها بتنطر مناطره وبتحكي فيه، قديش عطتك دفع لقدام؟ اكيد تعطي دفع، يعني مشوار طويل جاب لي مذكرات ممرضة. جاب لك مذكرات ممرضة. صحيح. ورغم انه يعني في بعض الاوقات يصير في مشاكل داخل التصوير دائما بيشوفوا العالم الاعمال خالصه منتجه حلوه على الهواء، بس ما بيعرفوا شو بيقضي الممثل جوا. طبعا. اذا هيك بدك تتذكر عمل ما كان اداؤه سهل لك، شو هو؟ ما عندي عمل ما كان اداؤه سهل. لا انا يعني إذا كان سهل بصعبه. أنت بتصعبه. بخلق له شيء، يعني بخلق له شيء يبرزه أكثر، يعطي دفع أكثر، وجود أكثر، حضور أكثر. وعمل بتتبناه إنه هذا بتحسه ابنك، بتحبه كثير. لكن في عمل اللي أخرجته ب 86 للـ BBC وقتها، بآخر صيف 86، اسمه سجين بين الأصابع. هذا كان أول عمل يصور لوكيشن برات استوديو. ما كان حدا أوتدور. كله أوتدور. كله أوتدور. رغم اني كنت صرح انه الميجر سيت، السيت الكبير لازم يكون استوديو. ليه؟ صحيح. توفر نوعية صوت وإضاءة أنظف. أنظف. لأن زمان كان يطلع هواء بالتصوير الخارجي. مش بس يطلع هواء. ما يعرفوا ينطفوه. يطلع هذا فرد الحفر كمان تك 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 تك. يلقطوا الميكرو. ايه بس انه فيك تدلك تلاقي طريقه لتعمل هالشيء، يعني كان اول عمل هذا انا اخرجته ورجعت من بعدها عملت فيلم السينما. لا السينما عملته صورته باخر 83 تحت الازايف. اوه روح عم شيء نصور عند
جنرال الله يرحمه لحود عنده بيت قديم فوق فرسومات هيك في القصة كانت لنينا الرحباني والموسيقى للياس كان إخراجه لجورج غياض وأنا مستلم إدارة الممثلين والتمثيل والإنتاج يعني الإنتاج كان لألي تاريخ بعالم الفن عن جد. جيتك فرصة هيك منحة تسافر على أمريكا لتعمل دورات بالإخراج 74. كيف اجتك هالفرصة؟ من وراء مسرح شافوك بمسرحية؟ شافوني بمسرحية بالفينيسيا اسمها بالي درام مسرح وفي رأس منذكر انه حضرتك كنت راقص بالي كمان ما كنت راقص بالي كنا احنا بالجامعة عنا ساعتين رأس بالي مجبور الممثل اذا طلب بشي يكون يا يقدر يرقص يعني نعم يعني بالس شو ممكن بس اكتشفت انه مين كان استاذك بالبالي جورجيت جبارة؟ جورجيت جبارة تحية الله يطول عمره الرأس بعلمك تعبر بدون كلام صحيح مثل المسرح الإيمائي المسلين مش كلهم بيعرفوا ممكن يهربوا أنا يعني سبب أنه صرت بارع فيها أنه بالجامعة ما كنت روح لأنه رحت أول نهار المسرح اللي بتعلمنا عليه تطلع الغباير أوف ونشم غباير اللي احنا عم تنزعج انت وما في شاور ما في دوش اوف يعني بدك تكفي بعدين بدك تكفي الحصص البقوي ورا صف الراس قلت لي ما عم تجي يا جورج قلت له معقول الواحد يدبك على خشب مغبر وما في شاور قلت لي تعال عندي على الاستوديو اعملها الساعتين بدل ساعتين بالجمعه صرت اعمل كل يوم ساعتين فرص فرصه نعم وصارت تعمل هي عروضات سنوية وصرت أمضي أوتوغرافات بس تعمل شواتي أيوة وشافوك وأعطوك المنحة يعني هني أمريكان بعتقد ما هي هني أنا كنت في يعني صداقة مع كورين هيدسيان نعم كورين هيدسيان أمريكانية مسؤولة عن الكندي سنتر كندي سنتر عبارة عن كالتشرال يعني ثقافة نعم قاعد حدا وكيل خارجية امريكا شاف المسرح على هذا الشاب كويس ليه ما بتعطوه منه قالت له صديق يعني بنشوفه كذا بس هو ما بيطلب بتذكر ايه عرضت علي وقتها انا كان في منحة انسرقت مني بالجامعة لتعمل دكتوراه بفرنسا يمكن مزبوط لانه وقت ضافوا نقط السينما على المسرح هني ما كانوا يضيفوها عادة وأنا كاتب سيناريو بس ما قدرت صور لأنه كانت كاميرا 16 مليمتر مسروق الأوبجكتيف تبع مسروق بالجامعة ما بنقدر صور بلا أوبجكتيف طبعا أوبجكتيف أنا بقى يمكن حطوا لي نقط أقل من غيري لأنواع السيناريو طلعت التالت وقتها بهيدي عطوها للأول قلت ليش ما باخذها؟ اخذت منها وبالفعل يعني اتصور انا عملت فت على اوهايو بولينج جرين ستيت يونيفرستي عملنا دوره اخراج صناعه فيلم هيدي اول الحرب عم تحكي بال 74 اذا ماني غلطان ما كنت بلشت 74 بس رجعت بعد سنه خربانه لقيت انه مش هيدا اللي بدي اياه هون حكيت مع الكالتشرال اتاشي اللي تبعنا هونيك المسؤول ملحق الثقافي المسؤولين عن الطلاب الاجانب قلت له مش هذا بدي انا بدي اشتغل براكتيكال ويعني واعمل انا اطروحتي تتدرب عن الزواج بين السينما والمسرح اللي بتعمل تلفزيون لانه نحن كان برامجنا معظمها حكي يعني سكرت الصوره وتسمعها كانه راديو رجعت جيت بعيد الميلاد ورجعت على راس السنه باخر راس السنه ما لقيت عملوا لي برنامج من هالنوع طلعت بالطياره رحت على لوس انجلوس تعذبنا بالسفره لانه كان في هاركين هذا بدل نص ساعه عواصف بالتأس وصلنا على شيكاغو من شيكاغو على شو وصلنا هناك تقدم طلب للامريكان فيلم انستيتيوت رفضوا اف اي كانت هي توزع جوائز الاوسكار بالزمان صحيح وكان معي لتر من تلفزيون لبنان
يونيفرسال. طلعت على اليونيفرسال والله احلى استقبال، واخذوني بالسياره فرجوني كيف بيعملوا لفيات الى اخره، وعايزين نتغدى. ولما اعتزت اني اتصل بواشنطن طلبت من مدير وقتها انه اتصل من عنده المكتب، كان عنده تيلي سافاليس تبع كوجاك. تبع كوجاك. ايه قال لي تحكي. تلفنت على واشنطن معي رقم شخص اسمه مايكل نتلتس، ما ماني شايفه بعد. بس قالت لي كورين بس شو مغامر كورين، قالت لي بس اذا اعتزت شيء اتصل اتصل فيه. اتصلت فيه قلت له انا فلان فلاني من قبل كورين. لا ما قلت شفتني واعطوني رقمك. قال لي هاو كان هيلب يو، كيف بساعدك؟ قلت له بدي فوت على اي اف اي. قال لي روح قدم طلب. قلت له قدمت ورفضوه. قال لي رجع قدم. قدمت قبله قبله. قال ما كان بيقبلوا قبل غير يكون امريكاني يعني. لهيك ومش الحال. هلا بلشت الاحداث بال 85 بال 75 بدك تقول. عم بقرا صحف يعني لوس انجلوس تايمز انه قصائف على اشرفيه. اهلك كانوا هوني؟ لا ابني يورجو كان عمره شهرين وقت ارسي لحقتني بعد ما خلفت وكذا. بعد شهرين لحقتني رحت امريكا. امريكا كنت مجوز. انت تجوزت صغير يعني بعمر 25 سنه كان عمرك تقريبا 25 26. بكل شيء مغامر حتى بالحياه الزوجيه. اضطرينا نرجع. رجعنا لهون وعلقنا. بلشت الاحداث بايلول. صحيح. وعلقنا اشهر ما بنقدر نطلع من هون من منطقه لمنطقه. ما فيك تقطع تريس. انا تبتيت من الانطاري. من الانطاري هون خطوط تماس. خلينا ما دام بلشنا بالايام الحلوه والايام المره ننقل على فقره باد تايم جود تايم. استاذ جورج رح ارجع انا وياك لذكريات قديمه. اول شيء على الانطاري ما نذكر سوا عائلتك. شو اللي طبع شخصيه جورج شلهوب الطفل؟ التربيه، البيئه، المدرسه. كان عندي عشق للبحر. انا ولدت بمينا طرابلس. بي كان مدير وكاله بحريه فرنسيه. عايش على الشط. اسمه إيه؟ اسمه للوالد شلهوب. شلهوب شلهوب إيه؟ في سبب لسموه شلهوب شلهوب. خبرنا. ولد معاش سمته اسم معاش. قالت حسميه اسم عائلته. عائلته روسكي. ومش الحال بي كان وحيد يعني. وبي من عايش فترة صعبة. جدي حتى يعني عايش من الحرب العالمية الأولى والثانية. هذا قدر مكتوب على اللبنانية أو لك من جدودنا وجاي. لازم كلنا نمرق بظروف صعبة. كلنا نمرق بظروف صعبة. نعم. بمين كانت علاقتك أكثر، بيك أم أمك؟ الصراحة أنا كنت من نوع كثير استقلالي. مبين متمرد على كل شيء. استقلالي يعني بدك تشوفني بتشوفني مخيم بالجزر مثلا. عرف كيف؟ في عندي أصحاب اثنين كانوا وقتها، بعد واحد منهم هون وواحد بألمانيا. نعم. ارشيتكت ورسام. هاي الرسم اللي قالوا يعني سبيرو روحا. ضليتوا اصدقاء لهالوقت؟ شو حلو تحافظ على صداقاتك. كان بيو عمل له شخطوره. نعم. وركبنا لها شراع وصرنا نكبر الشراع اكبر من الشخطوره لتصير تسرع. عرفت كيف؟ وروح على الجزر. ابن البحر يعني انت. اذا كان وغطس بحب الغطس. وغطس. ايام بروح على الجزر خيم هنيك. عرفت كيف؟ ظروف اوقات صعبه يعني. في ايام تشرين كنت روح. اوف. ايه تشرين. ومره انكسر الخشبه اللي بتمسك المقداف. ما بقى فيك تقدف. تقدف. شو عملت؟ ظبطتها بطريقه حطيتها لقدت وصلتني على الجزيره وشتت الدنيا بالليل وطلع علي النمل الكبير. اوف. عم بكون مستحيه. كنت اول سنه بالجامعه.
وراحت الشختورة بالليل. يعني انت عشت طفولتك مراهقتك كما يجب يعني. ايه عملت ال... ايه لا انا كنت كتير انا من نوع المتفائل. انا بلشت بس على كبر بلشت شوف الوضع بحقيقته ضربني قسم من الاحباط. والاحباط بلش يعني بالاحداث اللبنانية، عدم وجود رؤية مستقبلية عند السياسيين حكموا البلد. تحس عكست عليك، تحس ما عندك مستقبل كشاب. اكيد. يسألوني انه بتندم على انك جيت من امريكا. ده سؤال يسأل طبعا. قبل ما كنت اندم. يعني هلأ بتندم. ما بندم بس انه قسم كبير من حياتي اللي كان فيه اعمل انتاج فني افضل ما بنقدر نعمله. مين كان قاسي عليك اكثر لحتى يضبطك لانك متمرد، بيك اما امك؟ ما حدا قاسي. لا انا جرب بي الله يرحمه انه ما بده ياني اعمل مسرح. شو كان يحبك تطلع؟ الاساتذه يقولوا له ليش ما بيعمل بوليتكنيك، شاطر بالمات والسيانس والى اخره، راسك علمي. ايه لما بيعمل بوليتكنيك. انا كنت قارئ شغوف يعني، كل يوم بقرا قصه. حلو حلو. كل يوم وبطالع كتب مش بس روائية، كتب عن سايكولوجي علميه نفسيه. ايه وحشري بهالعمر. ايه بسن المراهقه. ايه كنت حشري. جرب فتره بس بعدين لا انه ما في نتيجه. لا بالعكس كانوا كتير مبسوطين في يعني. كم خي كان عندكم انتم بالعائلة؟ عندي خيين، واحد الماني لبناني. ليه؟ لانه راح على المانيا وهو صغير، تجنس هونيك. راح ب 16 سنة يعني. عمره 16 سنة؟ كان عمره 16. كان عمره 16 لما راح على المانيا لوحده؟ بي انا عمري 18 كان. قال لي سأل لي بي قال لي خيك عم يروح على الجيرمن هاي سكول، جيرمن سكول كان في عندهم هن جوتي او شيء معهد جوت. وانا كنت عم تعلم الماني. يجوا ليه اخترتوا اللغه الالمانيه لتتعلموها؟ لا كانوا يجوا على المدرسه. اها يعلمونا ساعتين. انا بروح لانه بكير كثير انه شو صار علي. تعلمت بسرعه كذا كلمه بس بعدين قلت شو بدي بقى الشغل. بعرف انجليزي فرنسي بزياده. خي راح بكير وعمل كان اصغر ابطال بالمانيا. ايه حلو. برافو. وده الفترة ولما اجى على لبنان بال 2005 حابب يرجع لهون بلشت الاحداث. صحيح. 2005 مقتل رفيق الحريري. قال لي شو بعمل؟ قلت له هذا لبنان بدك تعود عليه، مع انه قعد بقبرص 8 سنين. هلا رجع حط فتح بقبرص عن جديد. برافو. هو رينشورنس كومباني، ماريتيم رينشورنس كومباني. تأمين، شركة تأمين. تأمين بحرية. نعم. يعني وإعادة تأمين. إعادة تأمين. صحيح. إعادة تأمين لأنه ما حدا بياخذ من ميونيخري زيوريخري إلا ما يكون هو موافق عليه. نعم. هرب هلا رجع عن جديد، مرته ألمانية، رجع قبرص، ترك مكتب هون واحد فرع يعني. لأنه كان عنده كثير موظفين هون. شو اللي كان يزعجك بمراهقتك بحياتك؟ تعرف كنت شوف من أنا ومراهق شوف انه السياسة ماشية غلط. ماشية غلط يعني من عمري 10 سنين مثلا صارت الثورة انه واص ومقواص والى اخره. وهيك عم تحكي وقت كميل شمعون ب 58 58 ايه وعبد الناصر. وعبد الناصر انه كمان كان فتى العروبة الاغار يسموه. صح. وعبد الناصر وشوف مظاهرات مشان 15 قرش يكسروا الدنيا وبنزينة والآخره. اكتشفت انه اذا ما بنعمل دولة مدنية حقيقية هندل بهالتبعية الطائفية الحزبية الدائرة. كيف؟ قبل ما نصير مواطنين مظبوطين حقوق وواجبات على الكل مثل بعضها، رفع الهيمنة دينية عن طوائف. عرفت كيف؟ انه صعب يصير في وضع قانوني حقيقي للبلد. انت تحس انه الزعماء بيلعبوا على يعني قصة الطائفة والدين ليضلوا هن مسيطرين. اكيد. اكيد يعني بالسبعينات بلشنا انه خلص مبين انه
رايحين لحائط مسدود. هيدي المحطة المرة بحياتك اللي ما بتحب تتذكرها؟ هالأوضاع اللي خلتك تحس انه محبط وما عندك مستقبل؟ لا يعني مش بس انه ما بحس انه ما عندي مستقبل، قول انا انه بتجرب انت تعمل شيء تطمح له. نعم. بتلاقي في عوائق كثيرة قدامك يعني. صحيح. حتى مثلا المصارف ما كانت تعطي قروض لأشياء فنية. ما بتعطي لا بهذا كل وقت يمكن هلا إيه؟ تصور انه بلبنان كان في فوق 200 مليار دولار. نعم. ما شيلوا مليارين ليعملوا كهرباء. صحيح. وهلا صرفوا 20 مليار دعم بالاحداث، ما شيلوا مليارين يعملوا كهرباء، ما نرتاح من الكهرباء. شو السبب؟ هل هي مافيات؟ هل هي ناس بده يستغلوا الوضع يعني؟ نعم. مشكلة يعني هيدي بيوصلوا الشعب لنوع من الاحباط، ولكن الشعب اللبناني اوقات كتير بينسى نسى. صحيح. نسى يعني الناس ضربوا ايدهم على جيبتك يعني، على جيبتك، على رزقك، على ارضك، على كل شيء، انه وين رايحين نحن؟ انه تفكر فيها انه وين رايحين؟ طيب انت شخص مواطن من لبنان طول عمرك بتتمرد على الاشياء الغلط بالحياة. اللبنانيه مثلك بيقولوا شو طالع بايدنا نعمل؟ نفس السؤال هذا اللي بدي اقول لك اياه. لانه السلطه بايد الاحزاب اللي عم تتحاصص ارزاق الدوله. صحيح. عرفت هذه؟ صحيح. نحن ما عندنا قانون انتخاب صحيح. قصه رئيس جمهوريه مسيحي وهذا سني وهذا شيعي غلط. اساسا هذا عرف منه بالدستور يعني. هيدي لازم تخلوا عنا بس نصير مواطنين قضاء مستقل. وصرت قايلها 100 مرة أنا يعني على التلفزيون علنا إنه بدون قضاء مستقل فوق السياسيين يعني فوق السي مش هن بعينوا، عارف كيف؟ ما رح تزبط القصة. وقفت أول طلعتك شاب يمكن بعدك خريج جامعة وبعدك بالجامعة أمام كبار النجوم مثل شوشو، محمود المليجي اللي كان يعني طلته ترعب. شجاعة منك أما مغامرة؟ لا شجاعة ولا مغامرة، واقع كان بالنسبة لي أنا ما عندي مرهب. كان الوقفة ولا أنت هالقد عندك ثقة بنفسك هالقد؟ لك هيدا هاي كلمة كتير مهمة. كلمة الثقة بالنفس. نعم. في بعض الناس بعض الصحف وقتها كان يعتبروها غرور. غرور؟ ايه. بس ما انت كان يقال عنك انك مغرور. ما عبال لك كان يعتبروها غرور. ايه لانه طيب ما في شيء بيرهب، شو اللي بيرهبك يعني؟ عرفت كيف؟ وانا في بعض الممثلين يقولوا لي بس نقف قدامك منخاف منك او ايه بتخاف من العكس. بقعد انا وهي على جنب بنظبط بتريح له اعصابه. ايه وبنشتغل. ايه لا هي ساعة تقريبا. قديش كان وسامتك فتحت لك ابواب؟ هلا انا فت على المهنه مش بسبب الوسامة. لانك انت مثقف فنيا، درست على اصوله. ايه. صحيح. لانه في موهبه بس في عندك ما حدا في ينكر انك انت من الشباب الوسامين على الشاشه. شو بعمل يعني؟ لا انه هذا بيفتح لك ابواب اكثر اكيد. ما راح تعمل اكيد لانه جان برومي يتطلب شخص مثلا مش بس الوسامة، حضور. في كتير وسامين كاريزما، في كتير وسامين مرقوا بيه. نعم. بهذا بس معلم، عرفت كيف؟ لوسامتك بدها تستمر بسبب ادائك. نعم. هذا اللي بيخليك تكون موجود على الساحه. بس في كثير مرقوا وسامين بس ما استمروا. الشاب الواثق من نفسه لهالدرجه اللي عم تحكي فيها، ويمكن هيدي هبه من الله عطاك اياها ما بعرف، او انت اشتغلت عليها طورتها، بس كيف بيقدر هالشاب يشوف اخطائه؟ يعني في اخطاء بالحياه، كل واحد منا كل واحد منا يمكن يتعود على خصله بشعه، على عاده سيئه. أكيد. على شيء دمر له حياته. مزبوط. خبرني عن هاي المرحله، كيف اشتغلت على حالك، كيف قدرت تطلع من اي عاده سيئه اذا بتحب تفتح قلبك وتحكي؟ انا ورتين ورتي من امي ومن بي. اللي هي امي حشريه يعني تتدخل بحياتك الخاصة على طول، ما تعرف كل شيء، كل التفاصيل، تعرف كل شيء. وبي حكيم يعني حكيم بالفهم والحكمة. وانا ورتين من اثنين.
عندي الحشرية وعندي الحكمة. الحشرية وقعتك بأخطاء كبيرة. الأخطاء الكبيرة ما وقعت بأخطاء كبيرة كتير. أخطاء صغيرة يعني. اختيارات أوقات بتكون إشي ما لها علاقة بالخط الكبير اللي يعني. الحشريتي خلتني أتعرف على الأشياء بشكل حقيقي يعني. عارف كيف؟ مثلاً إذا كانت يجيني لعبة فكفك كلها سوا بدي أشوف هذا البرغي وين هذا يا تنزع تشتغل كيف تشتغل أرجع ركبها أرجع ركبها. الحكمة بالتفكير أنا اكتشفت إنه أهم. قديش بتوجع الحكمة بالتفكير لأنك بتكتشف الأمور على حقيقتها. أهم ملكة فكرية بالإنسان هي الإرادة. أهم واحدة هي بتجنبك كتير مشاكل وبتحط لك خط تقتنع فيه أنت وما بتعود ما بتعود تهد عنه. صحيح. ما بتعود تهد عنه. بتشكل لك هي طريقة مسارك لأنه الإنسان بيولد بطبقات من الشخصيات واحدة منهم أخذها بالوراثة. تاني واحدة بيكون أخذها من العائلة. تالتة من المجتمع. البيئة اللي عايش فيها. والآخر واحدة اللي هو بيشكلها. اللي هو بيختارها. أنا بدي يكون هيك. أنت عم تحكي بالعموميات وكل شخص عم بيسمعك بيستفيد. بس بالخصوصيات. شو الشيء اللي بتندم انك عملته بحياتك وبعدين بس برافو قدرت تطلع منه بتقول لحالك برافو قدرت اطلع منه؟ صراحة عندك الجرأة عندي الجرأة تواجه حالك انا صحلي فترة من الفترات سافر بس كنت مصر وعنيد اني انطلق من بلدي من لبنان غمرت بلبنان لأنه كان فيه غامض من برا. طلعت مغامرة فاشلة؟ لأنه الأحداث اللي تعاقبت على مغامرتي مثلاً أنه عملت فيلم سينما أنا يعني حتى كل تقلي فيه وضربنا بالأجور وبالكل شيء بكل شيء صحيح بكل شيء بكل شيء وبعدين مسلسل وبعدين كذا أنه جربت هلأ صار عندي يعني ما بفوت إلا على المسوّر ما راح فوت إلا على المسوّر بعد يعني تعلمت من أخطاء الماضية هيدي ايه انه هيدي بتشكل لك احباط حادثة احبطتك فعلا وعملت لك انهيار عصبي حياتي ما صار عندي انهيار عصبي الحمد لله هيدي بتقول رجع على الارادة القوية اعصابي عصابي بيردي بالنسبة لك انا بتحكم فيها يعني. ما في شي بخوفك بالحياة ولا حادثة بتخوفك بتزعجني أمراض اللي مثلاً عندي خي صغير توفى من تقريب من قبل ماضي زعلت كتير بس إنه كنت عارف إنه بده يوصل لهيك وجربت يعني وعيها هالشي بس للأسف كان هو عنده كمان حالة إحباط إنه شغله وقف إلى آخره إلى آخره إيه هو أنهى حياته يعني إيه؟ يعني عم بتقول هو أنهى حياته لا إنه صار يتجه للليكزوتاني اللي يأخذ كم حبوب الأعصاب حبوب الأعصاب إذا بتنفعك من مال بتضرك من مال صحيح كترتها بتعطل لك 100% الجهاز تبعك الداخلي يعني صحيح بتعطل لك كلاويك بتعطل لك شو اسمه كترة الإيد وهي بتعطل الأعضاء الجسم بال 2013 شاركت ببرنامج رقص النجوم الطريف بالخبرية أنه لما اتصلوا فيك فكرت أنه تكون بلجنة التحكيم معرفت أنه أنت طلبوني بدنا حدا الكبير بالعمر وقادر يرقص إلى آخره اتفاجأت بالفعل انه تفاجأت انا طلبوني لهالشيء وكان عندي وقتها عم بصور مسلسل اسمه شريعة الغاب نعم يعني عندي شي 10 ساعات تصوير واربع ساعات تمرين يومي كيف بدك تلحق؟ كنت لحق وبعد كان عندك يعني اصول الرقص بعدك بتتذكرها بعرف اكيد بعد بتذكرها اللي كانت تعلمني الرقصة نعم اللي معي كنت علمها كيف تعلمني علمها كيف تعلميني هيك مش هيك علمه عرفت كيف لأنه أنا كنت يعني بهذا العمر وقت يكون عندك هالقد ماني متفرغ صحيح لا
انزل من زعرور الساعة 7 بالليل، كنا عم نصور بلش الساعة 5 الصبح هونيك لوكيشن تصوير. لوكيشن تصوير، انزل اعمل تمرين 4 ساعات ارجع اطلع كفي. عن جد بدها جلد وإرادة و... ريزيستانس قوية يعني. الحمد لله الحمد لله. تكرمت سنة 2016 بمهرجان بياف، هل تعتقد هالتكريم وفاءك حقك أم لبنان مقصر معك؟ مين مثله لما يطلع الشاشة أو على المسرح فتى الشاش الأول أبداً ودائماً، هو اللي أيام تعطيه نضج وجاذبية. جورج شلهوب، نجم اللي منحبه كلنا، تفضل على المسرح. لا لا أنا ما يعني حتى التكريم أنا بمرحلة حب أنا كريم. أنت بتحب تكرم هلا، مفروض أنت تكرم صحيح هلا كنائب دورك يعني بلش دورك بالتكريم. وهي كانت هذه جزء من إشياء كانت مطروحة بوقتها، لأنه وقت كرمونا أنا طلعت قلت إنه متشكرون، لأنه هم بالفعل وأنا كنت السنة هذه اللي مريت كنت باللجنة تبع الميوريكس، إنه مفروض النقابات الفنية والأكاديميات الفنية هي تعمل الاحتفال. صحيح. هلا بغيابنا هني اخذوا لعبوا الدور. برافو عليهم، اكان بيعف او اكان شو اسمه، هلا في غيرهم وغيرهم طبيعي، صار في كثير، صار في اضافه والى اخره. صحيح. ايه انه لا حلوه هي، لبنان بيستاهل وعندنا فنانين بيستاهلوا فيها منفعه تجاريه، ما بعرف قديش هي منفعه تجاريه يعني، بس بعرف انه فيها بتعطي رهجه ومنيح على السياحة على الإعلام إلى آخره. صحيح. شوي شوي عم نغمق هيك ونفوت للعمق بحياتك الشخصية، رح ننتقل أنا وياك لفقرة شو غير فيك. طول عمرك مغامر وجريء وعندك شجاعة وبتاخذ قرارات، ما بعرف إذا بتكون سريعة أو مدروسة، هلا بتخبرنا حضرتك. الزواج شو غير فيك؟ كنت الأجرأ بأيام شبابك إنك تتزوج مدني وقت اللي سابق عصرك، هلأ كل العالم ركضت على المدني، بالوقت اللي أنت بهداك الوقت الكل رافضه، الكل بيعيبه، بيقول عيب ومش مزبوط وغلط وضد الإيمان وضد الدين، وهلأ صار رائج كتير. سابق عصرك بقراراتك، بتمردك على ما بدي أقول على القيم، بس يمكن أوقات على مفاهيم أنت بتعتبرها خاطئة ويمكن تكون صحيحة. الزواج كيف قدرت تاخذ هيك قرار؟ زوجتك كيف قبلت مدام إلسي لما عرضت عليها شيء ممنوع وعيب بهيداك الوقت؟ وبعتقد كنت صغير كمان أنك تتحمل مسؤولية، عمرك 25 سنة. الفكر مش السقافة بس، الفكر نعم هو بيخليك تقشع على بعيد، يعني التحليل تبع الوضع تبع، لأنك كنت قارئ نهم. سقافة لوحدة بدون فكر ما بتكفي، فيك تشتري مسقفين قد ما بدك، يكتبوا لك اللي بدك إياه ويعملوا لك بدك إياه، بس إذا أنت ما بتعطي مساحة لفكرك هو ينتج شيء، هو يلاقي شو اللي بيناسبه، ما بتكون ما بتكون قدمت شيء. يعني بهديك المرحلة كانت انه كيفية بناء وطن، لانه كلمة وطن كانت مفقودة، ما عنا اياها الا بالنشيد الوطني. صحيح. عارف كيف؟ انه بكل البلدان اللي بتحترم حالها الزواج المدني اجباري، بعدين وبعدين بتتزوج بالدين اللي بدك اياه، حتى تركيا مثلا، حتى تركيا الزواج المدني اجباري، بعدين اختار اللي بدك اياه. وطبعا لذلك كمان كان في مشاكل بالقصة المحاكم الروحيه والى اخره اللي عم بيتم فيها، وسبق بلبنان انطرحت على الاعلام يعني فترات. هذا بخليك انه تتخذ قرارك. كنت انا مثلا مقتنع 100% انه الزواج المدني لازم يكون اجباري، حتى لو بعدين مثلا صارت هلا فيك تقتنع انه انا زوجتك نفسي زوجتني نفسك، حتى عرفت كيف؟ زواج المتعه هيدا، لا مش زواج المتعه،
عنا اثنين بحبوا بعضهم مقتنعين ببعضهم فتزوجوا مع بعضهم. بس بلا بركة إلهية إذا بدك تحكي إيمانيا. إيه هلا ليك بركة الإلهية، الإيمان مش بحاجة لوسيط. سبق هالكلام قلته للأب يوسف مونس بمقابلة معه، إنه قليل من العلم ببعدك عن الله، الكثير منه بيقربك منه، مهم راقب الكون، راقب مليارات المجرات الموجودة إلى آخره، بتعرف السبب بده مسبب، هيك؟ إنه ما عم تفلسف يعني، هذا شيء واقع وحقيقي. مشان هيك إنه بس أنت بدك تكون عضو بكنيستك بجسد المسيح، مشان هيك في كنيسة وفي قداس. بدك تكون أنت مقتنع مش لأنك خلقت بطائفة معينة بتتبع حال بتتبع هالطائفة. ليه؟ إنه إذا منك مقتنع مثلا إنه قراه وتعمق بقراءتك واختار اللي خوفك من الإكليروس، شو صاير معك بالضبط؟ ما صاير معي شيء أبدا من الإكليروس، أنا كنت أخدم القداس كله سوا، ما حدا جرحك ما حدا كرشوني كله سوا يعني بتعرف اللغة الكرشوني السرية كنت أقولها كلها سوا يعني كنت تخدم بأي كنيسة؟ كنيسة بالمينة كنيسة الموارنة عرفتي، انا امي ارثوذكس ست سريان ما بعرف اذا كان محل ما قال له محل ما بترزق الزق مثلا. هلا هو اصلا اللي يعني بيسمعك بفكر انه انتم مش مؤمنين بالمره، بالعكس لا بالعكس من مدخل بيتك في ايقونه العذراء بترجع بتفوت على الكوريدور موجود عده ايقونات للقديسين وليسوع وللعذراء. يعني ما الايمان ما له علاقه بالدين تلحق وهو بدلك، إذا أنت منك مكتشفه لوحدك إنه تابع بالعقل كأنك أعمى. يعني بما أنك بتطالع قريت الإنجيل؟ أكيد قريت القرآن وقريت إنه وقريت بودا وشو بدك بعد. كيف لما عرضت الزواج على إلسي؟ إيه؟ هي ما عارضتك أو أهلها ما عارضوك؟ يعني بفترة من الفترات رغم اقتناعي بصوابية الزواج المدني كنت استعمله لأوقات لأهرب. تهرب من شو؟ من الزواج. من الزواج لانه انا ما بحب المسؤولية، ما بتحب تكون مسؤولية عن حدا تاني، ما بتحب تكون مسؤول عن حدا تاني، ما بحب تكون مسؤول عن حدا تاني. كيف غيرت لك إلسي هالفكرة؟ غرام بغير شو غرامته ببعض وقتها. ايه انه وقتها ايه شو وقتها ايه وقتها ايه هلا لا بتحول لغير 20. ايه طبعا غرام انه الاقتناع هالشيء كنت استعمله لما بعلاقه ما عارف ما بدها تأدي يعني بدها تأديني مطالبه بالزواج او شيء افرض اقول هالشيء هي اقتنعت قبلي عرفت كيف؟ اهلها اهلها لا رفضوا كثير كان في رفض قاطع و رجعتوا خطيفه مش حابين هالشيء واهلك ما بيحبوا هالشيء. رحنا أبروس ثلاثة كابل كابلين بدو يتجوزوا كابل شهود يعني عمسكي. مثل الخطيفة أي مثل الخطيفة بس ما عملت هاي رهجة العرس وشوفوني وتفرجوا علي لحديت هلأ مثلا أنه ما بقتنع فيها أنه هيدا شوف هو بالضبط لأن بقوله مرة بالعمر استوفر شوف مرة بالعمر ما هي العلاقة بين شخصين ما لها علاقة بكل شيء صحيح. هلا كل بيحط شرط انه زواج المدني بيفرط لانه اللي عم يتزوج مدني بيكون عم بيفكر بالطلاق مسبقا يعني مش مزبوط. هلا برا هلا الدليل انت اسم الله سنين الزواج اللي قضيتها انت وإلسي ولازلته ان شاء الله للابد انتو يعني كابل ناجح بالزواج المدني صح. إن كنت رجعت فكرت تتزوج كنسي ولا لا بس لا. أنتو يعني يشهد لكم أنه زواج ناجح صح. شو كانت هالأسس اللي مبنيت بنى عليها زواجكم لحتى استمر علما أنه تنينكم فنانين يعني عندكم بتكونوا مودي مزاجيين بتجوا تعبانين ما في عندكم صبر تطولوا بالكم على بعض خبرني شو اعتمدتوا لحتى ينجح زواجكم؟ مش مزبوط أنه الفنان لازم يكون مودي عصب إذا كان تعبان أو شيء لا مش مزبوط. هي الإزعاج فيها هو إنه أوقات ما بيلتقوا إذا كان كمان أوقات مثل الحكيم مثل الحكمة الأطباء إلى آخره. هي يمكن الأحداث اللي مرقت على البلد بتخلي إنه
كثير ازواج تقربوا من بعضهم وازواج ابتعدوا عن بعض. نعم صحيح. عرفت كيف؟ نحن قربتنا عن بعض. عرفت كيف؟ ما بعد. مين اللي منكم كثير بيقدم تنازلات للتاني بيصالحوا بسرعه؟ اثنيناتنا بنقدم اساسا في تعتذر انت اذا غلطت معه؟ طبعا في كومبليسيتي، في كومبليسيتي بالعلاقه، في تنازل بده يصير. شو اللي تحملته فيك إلسي بطباعك؟ حريتي. يعني انا عندي حريه ما بتخلى عنها مثلا، بس مش حريه الخيانه مثلا. لا مش حريه الخيانه، حريه التصرف، انه انا مش ضروري على طول اعطيك اعمل كنترول ديش وين رايح وين جاي الى اخره. مع مين عم تحكي وكل هالقصص؟ لا ماشي الحال الحمد لله. تنعت يمكن الظروف اللي الحرب اللي مرقنا فيها بتجمعنا اكثر. عرفت كيف؟ انه اخذنا نصيبنا من الحياه، عندنا اولاد شايفين حالنا، شكرا الله، عندنا احفادنا كمان اسم الله. يعني جاي السؤال بس لنخلص من موضوع الزواج. بتتصور ست غير طبيعه إلسي وزوجي كان ممكن ينجح زواجك معها؟ ليش لا؟ يعني هي يعني ما عملت افور زياده إلسي او انت تعمل افور من قبلك؟ ما في زواج بيجي بدون ما يكون في تجربه. التجربه هي اكبر برهان. يعني انه اذا انت كمان في الكوميونيكيشن كوميونيكابيلتي، يعني الاتصال الفكري، مش ضروري يكون متفق بس يكون في اتصال، تواصل اذا بدك، اتصال فكري، اتصال فكري. اتصال فكري تشبهك ببعض الاشياء اللي انت طبعاً عندك هلا. هي صارت عم في بعض الاشياء كانها يعني اخذتهم مني. عرفت كيف؟ مع العشره. على العشره. بس في اشياء تانية. كم سنه صار لكم مزوجين اسم الله؟ اعتبروا من 74 حيصيروا 49 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، عندك اليوبيل الذهبي هلا ال 50. الله يبارك. الأحفاد شو غيروا فيك؟ كم حفيد عندك اسم الله؟ أربعة، سارة، صوفيا، كلارا، جورجيو. ما شاء الله. بيناتكم عايشين؟ لأن فترة نقلوا على قبرص. إيه فعلا، وقت صار انفجار المرفأ اللي هلا عم يجرب كتير يلف الفول وقضيته. والكورونا اللي صارت. صحيح. أما لمرت يورغو، يعني هي مرت خيي، مرت خيي ألمانية، يعني ما قدرت تعيش هون، قعدت على قبرص. أما لمرت يورغو هي مرت خيك. ما خيي مجوز أم مرة ألمانية قلت لنا بالفقرة السابقة. صحيح. جوزها كان صديقه، توفى بكير كتير، هو لما طلق بألمانيا عنده بنتين. يعني يورغو متزوج بنت عمه. بنت عمه بكل بساطة، يعني ما فيك تسميها بنت عمه، بس ما في قرابي، يعني ما في قرابي بالعيلة. عرفت كيف؟ ما في قرابي، انه هي ما بتقربنا قرابي بالدم. بالدم قرابي بالتبني، يعني مربيها خي، بيعرفوا بعضهم عمره 7 سنين كان. اها. لما كنت تروح عند خي تزوره كنت التقى فيها. بقى هن بيعطوك ليك بالزمان كانوا يقولوا اللي خلف ما مات. ما مات صحيح. اكتشفوا انه مش من زمان كتير بالدي ان اي انه زيت الخلايا اخذين من بي والام. يعني كيف انه احنا بنستمر بالخلايا كبار. صحيح. احفادنا بياخدوا منا كتير. طبعا. بياخدوا من الاجداد كتير. طبعا. بالطباع بالشكل بكل شيء بكل شيء. انه اكيد الواحد بينبسط يشوف مثلا حفيدتي. قدام عبين لك حياتك ساره كثير، نحن فترات كثير اوقات كانوا يناموا هون نروح لعندهم الى اخره. بس برافو انه يورغو بحب العائله الكبيره. طبعا بحب العائله، بعكس هذا الجيل الجديد. ايه بحب العائله الكبيره. طيب ليه برايك ما عم ينجح زواج هالجيل الجديد مثل ما كان ينجح مع جيلنا؟ صار في نحن عصر السرعة، عصر الكمبيوتر، عصر الكابل عصبيين أكتر، متوترين دايما. طبعا. ما بيتحملوا بعضهم. ايه لأنه الحياة الريتم تبعها سريع، صار سريع كتير. بتلعب دور الأب مع يورغو؟ بتصير تنصحه لما بده يصير في خلاف؟ أكيد. أو مع زوجته أو انفصال، يعني بتنصحه أنه لا طولوا بالكم شوفوا نحن؟
هلا اللي صار انه صار اشياء بيناته في اوقات خصوصيات ما بحب الواحد يحكي. انت كعب ما بتتدخل فيها؟ لا ما بتدخل فيها، بس انه بالنهايه بلاقي انه الانفصال ما بيضر اذا كان ما في خلاف، انه ما في خلاف جوهري، اذا بقيوا اصحاب اصدقاء وضلوا عم يعتنوا بالاولاد مع بعض. طبعا يمكن يرجعوا، شو بعرف، صح وقت ما حدا بيعرف 100%. إذا بدنا نحكي هيك، لما يورجو قرر يمثل عارضت لما اختار التمثيل كمهنة؟ وليش نديم ما بيحب الأضواء؟ يعني ما حدا بيعرف عنه شيء، ما بيطلع مقابلات، ما بيفوت. نديم مثل وطلع بمقابلات، نعم. طلع معي مثلا أنا ببرنامج حديث البلد، نعم، وحكي، وطلع بعدة تلفزيون لبنان ياخذوا منه مقابلات. لا نعم. شاطي نديم، عمل ادفرتايزنج ماركتينج، بيعمل اعلانات، تسويق اعلانات، بس ما موظف بشركه، يعني بيعملها فريلانس احسابه واصحابه، عنده اصحاب بذات الدومين، يعني برافو، يجيهم دعايه بيعملوها. بس هلا حاليا كثير بدون ما يكون عندك، حتى بيصور دعايات، بياخذ انتاج دعايه، يعني على الاخير طبعاً. بس ما هالايام بيقعدوا كثير وقت بلا شغل، بيشتغلوا شغله بيرجعوا بيقعدوا فتره طويله، لانه الاعلانات خفت. هلا خفت كثير كثير. صحيح كتير. صحيح. كنت عم بسالك انه عرضت يورجو لما اختار التمثيل، لانه لا انت لا كان عندك، هو كان عم بفكر يدرس اوديو فيجوال. نعم. قلت له لك الاوديو فيجوال حاصل عليه مباشره، انه كل اصحابنا بالاستديوهات كذا، نوع التكنيك تبع الكاميرا تتعلمه بكل سهوله. صحيح ماشي. وكان هو بده يفوت على معهد الفنون. هلا استلقى مروان نجار الله يرحمه، لانه هو جوز خالته بعتقد. اعطيته مقطع من مسرحيه تقريبا شي 3 ربع ساعه، بس اداره قلت له كيف بيتعامل، بيرسم الشخصيه، استعمال الصوت والجسد والى اخره، وراح قدم فحص لحتى يفوت. يعني كمان ومشي حاله. مشي حاله، طلع بارع جدا، يعني بارع جدا. يورجو رقم صعب بالتمثيل، يعني قادر يلعب الشخصية اللي بده اياها، يعني اكن كوميدي او تراجيدي. ومشي حاله، قلع مع مروان، قلع معي قبل عمل شيء معه. انا مثل معي بفيلم السينما ب 83، صحيح، بدور رجع مثل معي ب كان صغير اول طلعته، سجل من الاصابع بال 86 كمان. يعني عنده الطاقه، بين انه عنده الموهبه، يعني ابن اثنين فنانين ولا ممكن. وكان يسمع مثلا النقد الذاتي اللي نعمله، النقد العام اللي نعمله، بس تشوف برامج انت اوقات بتضحك على السخافات اللي بتمره، وبتمدح بالاشياء المنيحه اللي عملها. صار عنده نظره، بعدين هو يتعمق كثير بدراسه الارت دراماتيك، يعني ما خلى لا ستانيسلافسكي ولا مايكل تشيخوف كيف بيطالع مثلك، بحب يثقف حاله فنيا. كان عايش مكتبتي، يعني نحن عم نصور مكتبتي فوق. انا رح نشوفها لمكتبتك بالفقره الجايه طبعا. عايش بالمكتب، هيك كتب الدراما وهذا موجودين، يعني انطلق ومشي حاله. شو بعد بتوجه له نصيحه فنيه او حياتيه؟ يمكن هو لازم يوجه لي نصيحه. يورجو صار عمره 48 سنه، ما شاء الله، المفروض انه هو ما شاء الله بالفن بتلاقي اللي اخذ حقه. اخذ حقه، بس ما عرف استفاد من حقه، لانه بيرفض كثير اعمال اذا لقاها ما مش ذات المستوى اللي اشتغل عليه اللي بده اياه. عرفت كيف؟ الظروف، يعني سمح، اجت المظاهرة في روح على واشنطن كمان مع شركة تلفزة أمريكية، ما راح. ما انه مغامر مثلك بتحس؟ بلا مغامر، هو مغامر، بس انه يمكن ما هذا اللي بده اياه. شو بتحب فيه؟ وشو شيء بتحب يوقف عن ممارسته؟ ليك تفكيره عميق، وبيشوف الاشياء وعنده اراده صلبه، بس ما بيعرف اوقات ما بيستعملها. دائما انا كيف بتصور، هلا صار واعي اكثر بيستعمل النضوج. طبعا نضوج السن والخبرات الحياه طبعا، لانه يعني يورجو في يكون من
ممثلين الأوائل بالعالم العربي طبعا ما بينقصوا شيء كاريزما وجمال وسقفة فنية وأداء نعم وابن خبير كمان الموت شو غير فيك لما تسمع كلمة الموت هل بتخاف منه هل بتخاف على عزيز على قلبك مرق كتير بلبنان شفنا جصص بالشوارع وغدرنا كتير هلأ مقربين كورونا وغيره قدي هذا الموضوع بياخد حيز من تفكيرك الموت هو تحول ليت يعني هذا حق الموت حق يعني الانتقال من مرحلة لمرحلة تانية حق بالحياة يعني رغم انه هلأ عم يشتغلوا على ستيم سيلز منشان يطولوا اعمارهم الى اخره صحيح بس بالنهاية في شيء مكتوب عرفت كيف الموت ما بيزعلني الا اذا كان اجى غصب عن الانسان او فجأة مش محضر فجأة مش محضر الى اخره انه اكيد المرفق انفجار المرفق اثر في كتير والكورونا اثرت فينا كتير انما يعني طريقه معالجه تبعها هي كثير هي بتزعل اكثر ليش الحال يعني يقول عدم وجود اتجاه حقيقي لكشف الامور صحيح يعني مثل ما الكورونا بتقرا كثير اشياء حتى عن اللي اخترعوا طعم طعم هلا عم نرجع نشوف انه هو عم بيعمل سكتات قلبيه ايه يعني شو شغله ما لها يعني صرنا نقول يا ريت ما اخذنا الطعم كشف انفجار المرفأ انه كثير سهل اذا بدهم يعني صحيح بس في كانه حدا ما بيغمض لنا عينينا عن الحقيقه فقدت الرجع شي يوم بحياتك ولاي سبب البشر ايه ما عندك اصدقاء بلا في اصدقاء قلت لي بعضهم اللي رسم اللوحه بعده لهلا صديق يعني بتامن بالصداقه الحقيقيه اكيد عندي كثير كان في تضل بلا مصلحه نظيفه هيك نقيه لك انا عندي بعض الاصدقاء الصادقين حلو نادرين بهالايام نادرين يعني هيدي نعمه عندي نعمه اكيد بس قبلي انه الدجل غالب صحيح الدجل غالب تتنظف فكرك يعني بالفعل تتطلب منك يكون تعمل مديتيشن كتير قوي مطعون من صديق لا مش طعم في انه بتحس عتب انه فجأة بيختفوا من حياتك ما بتعرف ليه بيختفوا لا بعرف ليه انه انا بعرف كل واحد شو الاسباب اللي خلته بعيد او قرب او شيء عرفت كيف او هو بيكون اكتشف شيء تاني بحياته طريق تاني عرفت كيف بس انه كله بنعرف الوقت شو غير فيك يعني اذا ما عندك شغل كيف بتنظم وقتك كيف بخليك تعمل شغلات انت ما معود تعملها لتتسلى مثلا ومثل شو انا يعني بحب الموسيقى كتير نعم وبشوف برامج الصعبه ما بشوف حيلا برامج يعني بريكولور فيني صلح كتير اشياء أنا صحيح يعني هلا بس انه عم تستهلك لي طاقتي الفنيه و قدرتي على الانتاج الاشياء الصغيره انه هول اربع سنين اللي مرقوا اربع سنين محيونا من حياتنا صحيح هودي مش محسوبين مرقوا هيك ايه مرقوا هيك شو عملت فيهم؟ كيف بتسلي حالك بالبيت اذا ما في شغل؟ اول شيء بتساعد إلسي بالبيت مثلا انت ولا ما بتقدر شيء؟ بلا بساعد عندك نفس على الطبخ مثلا؟ بتعرف تعمل شيء؟ ايه بعمل كم اشياء انا بعملهم مثل شو؟ مثلا انا بعرف اعمل ستيك مزبوط هيك ولو ريسكي فلامباج الى اخره سلطات انا بحب اعملهم اشياء سهله يعني وبساعد بالبيت اكيد بساعد بس هون اشياء صغيره الشوز دو لافي اشياء الحياتيه ما ضروري كمان تاخذ لك قدرتك على تفكر بانتاج
صحيح. هيدي هلا اربع سنين مثل كانوا عم بيقصد لك حدا مخك يقول لك ما تعمل شيء. صحيح صحيح. شلنا في شلل فكري وشلل حركي. ولولا وجود هلا حاليا طلب على الانتاجات التلفزيونيه كنا بنكون عاطلين عن العمل كل صحيح سوا يعني. 100% لانه في صار في نتفليكس وشاهد وتوت واس ان هون عم يشتروا. كان بالزمان بدهم 3000 ساعه بالسنه التلفزيونات العربيه، قد ما كثروا التلفزيونات وكثرت شركات الانتاج هلا بدك اكثر بكثير. 100% نحن هلا عرفت انك طبعا من خلال المقابله انك مطالع نهم، لذلك رح نزور مكتبتك. شو رايك؟ يلا بفقره شو علمتك الحياه. شو علمتك الحياه؟ هذه الفقره حبينا نعملها بمكتبتك، هالمطرح اللي انت بتحب تقعد فيه كثير، كتبك، لانك مثل ما خبرتنا قارئ نهم. ولفتني شغله، صور عائلتك اللي محتفظ فيهم بهالمكتبه، يعني منبلش من جدك، ستك، بيك، امك، حتى اولاد اخواتك. هالقد انت علمتك الحياه تكون متعلق عاطفيا بالعائله واجدادك. صح صح، الحياه بتعلم هالشيء، خاصه انه لولا وجود العائله كان فارت لبنان من زمان. 100% اخلاقيا قصدك، وقيا اخلاقيا واجتماعيا وماديا. صحيح. حتى يعني انه لولا المساعدات بين بعضنا البعض العائله يعني سند. طبعا سند. انت خلقت قلت لي بالمينا بطرابلس، ولكن بيت شلهوب نعرف من زحله، ميشيل شلهوب لانه الممثل عمر الشريف معروف انه من زحله. لك ساعة بتعرف بلبنان في ترحال اوقات بسبب ظروف العمل. صح يعني كانوا هيك زمان. بيو لجدي كان استاذ مدرسي، نزل علم بالقاع. نعم. خلق بيي بالقاع. اها. بعدين جدي كان سكة الحديد بين سوريا ولبنان. روح على حمص مثلا هونيك تجوز ستي. كمان. عندنا كان عندنا بيتين يعني. ستك اللي قلت لي عنها سريانية بغير فقرة. سريانية. وبعدين لما قسموا سوريا ولبنان، بي كان مدير محطة الكلخ اللي معه هواوي لبنانية، كانت الهوية اللبنانية شي طرحية شي كبيرة. كبيرة. خيروني يا بده يعمل سوري ويبقى او بده يرحل. اجى عمينا طرابلس لانه نعم. فيها وكالات بحرية فرنسية كانوا هنيك باهر شركاء، وعبدالله بطرس وشركاء السلام وقعد هونيك ما كتبهم او نحن خلقنا هون. نعم. أستاذ جورج شلهوب، كيف تتخطى جراح الحياة؟ كيف علمتك تتخطاهم؟ بالصبر، ما عندك إلا الصبر، لأنه مثل المثل اللي بيقول الصبر مفتاح الفرج. فرج. أنت شخص ما بيعرف الاستسلام؟ بالفعل يعني ما يعني ما بنعرف الاستسلام، بس معيشين بحالة استمرارية للحياة صرنا فترات طويلة يعني. صحيح. فترات طويلة. صحيح. أحلامنا ما عم تتحقق كما يجب. نعم. بتخاف بمرحلة من حياتك كنت تخسر الرفاهية اللي عشتها؟ لا أبدا. أنا ماني مع الرفاهية. أنت أصلا منك مع الرفاهية. ماني مع الرفاهية. مع حاجتك الحياتية على قد ضرورية. 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 زي ما تبقى كله بيضيعك عن أهدافك. يعني انت مش مع المجد الباطل كما يقال. اكيد يعني كل انسان بحب يشتغل بايده بريكولور، يعني انه بتشوف انا مهتم بالزريعه بالزراعه بالجنايه، بفكفك اشياء بصلح، عرفت كيف؟ انه فيني اعملهم كلهم سوا، لانه ما بدهم كثير فكر، بدهم وقت وموهبه. انت موهوب. ايه ماشي الحال. ماشي الحال. تعتبر حالك شخص مسامح؟ تعرف تغفر؟ ايه بغفر بس ما بنسى. يعني ما بتقعد تتعاطى مع الشخص الأذاك؟ أكيد. شو توقعت من حياتك تكون بمرحلة ما؟ والله كنت لما كنت بأمريكا تعرفت على عبدالله شماس. نعم. عامل مدير الورنر 3 سنين بروما. وكنا عم نحكي إنه بما إنه لبنان استوديو بالشرق، هو لبنان بحد ذاته جماليه. صح، جمال الطبيعة. الطبيعة وهذا. انه الورنر براسلز الافلام اللي تتصورها خارج امريكا تتصور هون.
للأسف وقت رجعت من أمريكا من 75 وكان في أحداث وكذا، عمضل الشماس عامل مدير الوردن بروما، بس ما قدرنا نعمل ولا شيء هون بلبنان. اوف، ما عملتوا شيء للبنان؟ أبدا. مش قليل، هيدا شيء بتندم عليه. أكيد شو في فرص ضائعة، لبنان عبارة عن فرص ضائعة مستمرة، بهدر المي، بالكهرباء، بالطاقة، بالحياة. كان في استوديو بعلبك يجوا يصوروا فيه أمريكان أوقات ومصريين وآخره. وحتى أنا بكتاب بالزمان للنقابة بعثت لهم مكتوب إنه يا ريت كان في مصاري من البنك الدولي ومن أوروبا حوالي المليار، إنه ما عم يفرجوا عنهم لأنه ما عم حدا عم يتقدم بمشاريع، عم يتقدم بمشاريع عبر وزارة الثقافة ياخذوا استوديو بعلبك. هلا نحن ما عندنا استوديو سينما أبدا، أساسا بطل في شيء، بطل في شيء اسمه استوديو سينما صح تحميل. بس كان المشروع انه بناء ثلاث استوديوهات عصريات، يعني مدينه مثل ما عملت مصر ومثل ما عملت دبي، مدينه اعلاميه، مدينه انتاجيه. للاسف. شو تعلمت باخر سؤال من الوسط الفني؟ شو الدرس اللي اخذته منه، العبره؟ يعني بعدني لهلا عم اتعلم، لانه اساسا ما كنت كثير قريب من الوسط الفني، يعني ما عندي اصدقاء، عندي معارف، عندي معارف بعزوني وبعزهم. وبعدني لحديت هلا عم اتعلم كيفيه كشف الصادق من الكاذب. حلوه، ضحكتني. لا هيدي عبرة يعني لا تحصد عليها. هلا في كثير اشياء اوقات بتبين، يعني بالممثل الجيد او الفنان الجيد من نبرة صوته فيك تعرف اذا كان حيكون ادائه صح او لا، او لا من نبرة. كيف اوقات بيستعملوا نبرة. فاذا شو نصيحتك للممثلين اليوم بالوسط الفني؟ كونوا صادقين لحالكم. اساسا المهنة هي اسمها برة، ما بيسموها تمثيل، بيسموها ميك بليف، اقناع. ميك بليف، اقناع. اقناع. اذا ما قدرت توصل تقنع المشاهد انت ما عملت شيء. صحيح، يعني بدك تقنعه بشخصك، بدك تبين انك ما عم بتمثل، بالعكس. صح، على طبيعتك. صح. انا بدي بس اسالك، بما انه شفت كل هالكتب حواليك، لمين عم تقرا حاليا؟ بعدك بتقرا فلسفه؟ بعدك بتقرا علم؟ هلا عم نقرا على التليفون، على السلالة. كلنا تحولنا على الموبايل. انت بتقرا عليها؟ نعم. صارت اسرع لك مثلا السؤال اللي بدك اياه تحصل على اجابه، تحصل على اجابه. بس اللهم تتناول سايت علمي. صح. حكينا طبعا عن السوشيال ميديا وضرره وكل هالقصص على اولادنا وعلى شبابنا، وكيف واحد يعرف يختار. لهيك ما رح نعيد هالسؤال عليك، بس انا بدي انتقل انا وياك لاخر فقره واللي هي ويزدوم. سيد جورج، يعني هلا بالفقره الاخيره هي اسمها ويزدوم، حكمه حضرتك بتعيشها بحياتك، واذا بدك هيك مقتنع فيها بدك تخبرنا عنها. وبعدين بدي هنيك على هالقعدة الحلوة، يعني عندك هالفيو الرائع، حريصة هيك على يمينك وتحت عندك بالزوق ونهر والبحر والكلب والجبل. هيدا بكفي لحاله بيطول العمر. بعرف انه قعدتك اكتر شيء هون، وبالمكتب جوا بالمكتب. طبعا شفناها بالفقرة السابقة وتعرفنا فيها هيك على المكان الاكتر انتيم انت بتحبه لانه بتطالع فيها كتبك. خبرني اول شيء، شو الحكمة اللي حضرتك هيك بتتبعها بحياتك؟ دايما بقولها وحاططها على الفيسبوك بصورة كتبها: عش ليومك كأنك تموت غدا، واعمل لغدك كأنك تعيش ابدا. اف، شو حلو. كل يوم لازم تشتغل، يعني تعيشه، واعمل لبكرة كأنك عايش اكتر. حلو، هيدي حكمة حلوة يعني. طبعا قدرت تطبقها بحياتك؟ قدرت تعيشها؟ عم نجرب يعني، لأنه بلبنان ما بيسمح لك الوضع أنك تعيش. لا، ما بيسمح لك أبدا، بالعكس بيعيشك بهواجس، مش هاجس، هواجس. نحن عايشين فترة استمرارية، استمر سيرفايفل، يعني عرفت كيف؟ إنه كل يوم وبيومه، لأنه ما بتعرف امبارح هون في لحام الظهر عملوا له هولد اب. اوف،
صور بطاقة الظهر. بطاقة الظهر انه بلد يعني بقى تدلك مستنفر وبعدين عطول بتلاقي تطلع برا تشوف اذا حدا عم يسرق شيء مثلا سيارات او شيء. في فترة مثلا نزلت رحت على السوبر ماركت ورجعت لقيت البنزين نازل على الصفر عم امبارح مع امبارح طلع ما فات هين قاصين الاضافات ساحبين لك البنزينات اللي تركين الغطاء على الارض. استاذ جول انا عن جد كنت سعيد كثير بهاللقاء ومثل ما قلت لك بالمقدمه هذا بعتبره لقاء عمري لانه انا متابعك من صغرتي وبكل اعمالك وحقيقه شخص يعني كفو بالتمثيل لدرجه انه كنت تجذبنا نتسمر امام الشاشه بس نتفرج عليك عم بتمثل ادوارك حلوه وشخصيتك وطباعك هيدي اللي تعرفت عليهم خلال هالساعة. اكتشفت هيك انك شخص ممتع الجلسة معه لانك بتحمل فكر وثقافة وهيدا شيء بيعطي انطباع يعني بيخليك تحس انك قريب من الشخص وبتعرفه من زمان. انسان واضح شفاف والاحلى من هيك انك عنيد فينا نقول عنيد عن متمرد على كل الاشياء المفاهيم الخاطئة وكنت تحب انه تتصلح انه صلحتها بحياتك لدرجة انه حتى مع اولادك اكتشفت اليوم انك مثلا يورجو كنت عم تخبرني انه سميته شلهوب شلهوب وقلت له انت اختار اسمك ما بتحب تفرض شيء لا على حياتك ولا حياة اولادك. حبيت يعيشوا مثل ما انت عشت ما انفرض عليك شيء عملت كل شيء بحياتك مثل ما انت بتحب تختاره. لكن انا يعني اجمالا ما بحب احمل مسؤولية غيري بس صحيح قلت لي بدي اتحمل بنيتها خلص بدي اتحملها على الاخر على الاخر 100% وبتترك الحرية للاخر يختار طبعاً. طريق حياته طبعا وهذا شيء كتير رائع فسرني جدا انه كون عم بتعرف عليك عن قريب وشكرا لك وانا بسطت بالحديث معك جوم خلي لي كلك زوق تحياتي لمشاهدين مريم تيفي. هيدي كانت حلقتنا اليوم مع استاذ جورج شلهوب بتمنى تتابعونا بكل الحلقات اللي جاية قريبا مع شخصيات فنية. الله معكم.